بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية يسرنا أن نرحب بالحضور الكريم تواجدكم هذا المساء في هذه الندوة العلمية التي تحمل عنوان الفضاء لخدمة البشرية، والمنظمة من قبل مركز عبد الرحمن كانو الثقافي. كما نأمل أن يستمتع الحضور الكريم بمخرجات هذه الندوة التي سنسعى جاهدين بأن نغطي جميع الجوانب التي تهم العامة، وبرجاء التذكير لطفاً لا أمراً بوضع جميع الهواتف النقالة على وضعية الصامت لتمكين الحضور الكريم من الاستفادة من المواضيع المطروحة من قبل المتحدثين وتأجيل المحادثات الجانبية حتى انتهاء الندوة. ونود التنويه بأنه سيتم تخصيص فقرة خاصة لطرح أسئلة الحضور والرد عليها من قبل المتحدثين، وبالتالي نأمل في حالة وجود أي أسئلة أن تكون بعد الندوة وليس خلال مناقشة المتحدثين للموضوع. كما نرحب بالفريق الممثل للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء المتحدث في هذه الندوة، وعلى رأسهم سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة، والمهندس يعقوب القصاب وأخصائية الهندسة عائشة الحرم. حبينا بس نعطي نبذة حق الحضور عن ضيوفنا هذا اليوم. الدكتور محمد العسيري هو الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومن مؤسسيها، ويشكل ثروة وطنية من حيث الخبرة الأكاديمية والمهنية التي يتمتع بها. حاصل على درجة الدكتوراه في تصميم المفاعلات من جامعة فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، ودرجة الماجستير في تصميم المفاعلات من نفس الجامعة، ودرجة الماجستير كذلك في تصميم المفاعلات الحيوية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وشهادة معادلة لدرجة الماجستير في الممارسة الأكاديمية من جامعة يورك سانت جونز بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى حصوله على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة البحرين على المستوى المهني. وعمل الدكتور العسيري كرئيس تنفيذي لبوليتكنيك البحرين وكمدير لإدارة الاعتماد والترخيص في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ومدير إدارة مصادر التعلم والتقنية بوزارة التربية والتعليم، ومدير لمشروع مكتبة الملك حمد، ومدير إدارة التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم. بالإضافة إلى ذلك يترأس وعضو نشط في العديد من اللجان الوطنية، وعضو مجلس إدارة مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة. كما عمل الدكتور العسيري كأستاذ مساعد في قسم الهندسة الكيميائية في جامعة البحرين، وكان عضواً في مجموعة العمل المعنية بتصميم إطار المؤهلات الوطنية، ومثل مملكة البحرين في فريق مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستغلال الطاقة الذرية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه. نشرت مقالات الدكتور العسيري البحثية في عدة مجالات علمية، ويحمل أكثر من 70 شهادة مهنية في مجالات مختلفة من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهو حاصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى بالإضافة إلى 14 جائزة. المهندس يعقوب القصاب مهندس فضاء أول في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، حاصل على شهادة الماجستير في الهندسة الميكانيكية في تقنيات ونظم الفضاء من جامعة خليفة بأبو ظبي، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة البحرين، متخصص في مجال تصميم وبناء الأقمار الصناعية وفي نظام التحكم وتحديد الاتجاه بالإضافة إلى النظام الميكانيكي في الأقمار الصناعية. كما يمتلك الخبرة في مجال أنظمة التحكم في الأقمار الصناعية، حيث شارك في إطلاق أول برمجية بحرينية إلى الفضاء في نظام التحكم وتحديد الاتجاه. قام بنشر 12 بحث علمي في مجال تقنية الفضاء وتصميم وبناء الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي. المهندسة عائشة الحرم أخصائية هندسة فضاء في الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، حاصلة على شهادة الماجستير في الهندسة الكهربائية وهندسة الحاسوب في نظم وتقنيات الفضاء من جامعة خليفة بأبو ظبي، وعلى شهادة الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة البحرين، وشهادة البكالوريوس في هندسة الحاسوب كذلك من جامعة البحرين. هي أول مهندسة فضاء بحرينية
وأول عربية مسلمة تعطي إشارة الإطلاق لمهمة فضائية، كما أنها أول عربية مسلمة تقود مهمة فضائية، وهي متخصصة في مجال تصميم وبناء وتشغيل الأقمار الصناعية وآلية عمل المهمة وبرمجة نظامي التشغيل والتحكم في القمر الصناعي. نشرت 27 بحث علمي في مجال تقنيات الفضاء والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والروبوتات وأمن المعلومات. بداية نرحب بكم ضيوفنا الكرام، ويسعدنا تشريفكم هذا المساء، ونتمنى أن نوفق في تحقيق الفائدة العلمية المرجوة من قبل فريقكم الكريم والمشهود له بالخبرة والكفاءة في قطاع الفضاء بمملكة البحرين. هذا القطاع الواعد الذي كثر التداول عنه كحديث وعن أهميته وربطه بعلوم المستقبل ومدى تزاونه بالتنمية المستدامة نظراً لما يحمله من علوم متقدمة جداً للبشرية ومرتبطة بنمط الحياة وكيفية التعامل مع المشاكل البشرية والطبيعية بطرق تكنولوجية متطورة لتحقق الاستفادة القصوى من الفضاء بهدف الوصول إلى تسخير الأرض للإنسان. ومما لا يخفى على الجميع بأن هذه العلوم والتقنيات والتكنولوجيا المتطورة المتداولة في مجال الفضاء أثارت لدينا جميعاً كأفراد حب الاستكشاف ومعرفة الجهة الوطنية المسؤولة عن إدارة هذه العلوم في مملكة البحرين، وهي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. نبدأ هذه الندوة بتوجيه السؤال لسعادة الدكتور محمد العسيري لتعريف الهيئة. بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا، وأشكر السادة الحضور والسيدات على إتاحة هذه الفرصة من خلال هذا المركز الثقافي المرموق للقاء هذه النخبة من المواطنين ومن أصحاب الخبرات المعروفة على مستوى البحرين لمشاركتهم بعض المعلومات حوالين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. طبعا لا يخفى عليكم جميعا بأن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء أسست من فكرة تبناها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهذه الفكرة كانت تعود إلى ما قبل 2010، وكم تم تكليف مجموعة من الكفاءات البحرينية للبحث في مدى إمكانية تنفيذ مشاريع فضائية على المستوى الوطني، وما هي أفضل السبل لتأسيس هذا القطاع في المملكة. في 2014 وبعد أن تبلورت الفكرة أصدر سيدي حضرة صاحب الجلالة المرسوم الملكي رقم 11 لإنشاء هذه الهيئة، تلاه مرسوم آخر بإنشاء مجلس إدارة الهيئة، ومنذ ذلك الحين بدأ الفريق المعني برئاسة المرحوم الدكتور محمد العامر طبعا غني عن التعريف في العمل على إعداد الخطة الاستراتيجية والعمل على إعداد مسودة السياسة الوطنية للفضاء. وبعد أن تم مراجعتها من قبل مجموعة من الدول ومجموعة من وكالات الفضاء ذات الخبرة الطويلة في المجال، تم عرضها على مجلس الوزراء الموقر في ديسمبر 2018، ولله الحمد تم اعتماد السياسة الوطنية للفضاء وكذلك الخطة الاستراتيجية للأعوام من 2019 حتى عام 2023 اللي احنا حين فيه، فتنتهي هذه الخطة مع نهاية هذا العام بمشيئة الله. طبعا الخطة تضمنت رسالة، رؤية ورسالة. طبعا الرؤية اختطها سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، وهي تقتضي إلى أن تكون البحرين في مصاف الدول الرائدة في هذا القطاع، وكان بالتالي من الواجب أن يكون لدينا رسالة تحقق هذه الرؤية. وهذه الرسالة كانت تشتمل تنفيذ مجموعة من المشاريع وحزمة من المبادرات على المستوى الوطني للوصول إلى تحقيق هذه الرؤية عبر مجموعة من الأهداف. طبعا الأهداف الاستراتيجية التي تم اعتمادها، طبعا السياسة الوطنية كما ذكرت والخطة الاستراتيجية تم اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، وحاليا يمكن الاطلاع عليهم من خلال موقع الهيئة، وتم نشرهم كذلك في أكثر من مناسبة في الصحافة المحلية. طبعا الأهداف الرئيسية اللي عندنا، أول شيء أول هدف كان بناء القدرات الوطنية عبر الاستثمار في الشباب البحريني، بعد ذلك النهوض بعلوم الفضاء في المملكة عن طريق طبعا نشر الوعي، وإحنا اليوم في لقائنا اللي نتشرف أن يكون معاكم هو جزء لا يتجزأ من هذه العملية نشر الوعي،
وتطوير برامج بحثية وتعزيز الابتكار، وهي راح نتطرق لها إن شاء الله في محور آخر الليلة بإذن الله. بعد ذلك بناء بنية تحتية سليمة، وتتمثل هذه البنية التحتية السليمة في وجود مختبرات سواء لتحليل بيانات فضائية أو مختبرات لبناء حمولات فضائية أو مختبرات لبناء أقمار صناعية أو أجزاء من أقمار صناعية، إضافة إلى وجود محطة أرضية. بعد ذلك تأسيس علاقات تعاون ومشاريع مشتركة إقليمية ودولية مع وكالات فضاء، مؤسسات غنية وصناعية وبحثية على المستوى الدولي. بعد ذلك عندنا تلبية الاحتياجات الوطنية عن طريق توفير المعلومات الفضائية، وانتهاء بتشجيع المملكة على الانضمام إلى المواثيق الدولية في هذا الشأن. طبعاً تلبية الاحتياجات الوطنية ما كانت لتكون من دون وجود تصميم وصناعة الأقمار الصناعية محلياً وبناء مختبرات تحليل والمحطة الأرضية. فيما يتعلق بتصميم وصناعة الأقمار الصناعية، طبعاً كان الاستثمار في العنصر البشري البحريني، تم الإعلان في 2018 عن حملة توظيف على المستوى الوطني، وأعتقد معظم الشباب اطلع عليها وتفاجأنا بالكم المهول من الردود، بلغوا أكثر من 4400 متقدم. طبعاً هاي شكل علينا عبء كبير في عملية دراسة المتقدمين وفرزهم، وبعد ذلك بدء في المقابلات والامتحانات ومقابلات المرحلة الأخرى، ثم المقابلات النهائية، ثم إذا امتحانات خاصة لتحليل الشخصيات الفئة التي تم اختيارها. ومن ترشح بعد ذلك وقبل بالعروض الوظيفية تم ابتعاثهم إلى مجموعة من الجامعات المرموقة، وكانت من شروط عملية الاختيار أن يكون الطالب أو المرشح للوظيفة يستطيع بمعدلها التراكمي الحصول على قبول في تلك الجامعات. وكان التوجيه لدى الهيئة أن تكون جامعات مصنفة من ضمن التوب 200 أو اللي هما الأعلى تصنيفا على المستوى الدولي، ولله الحمد تم إرسال النخبة من شباب البحرين وشابات البحرين إلى المملكة المتحدة، إلى هولندا، إلى روسيا، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى الهند. وبعد ذلك رجعوا بشهادات الماجستير وبتميز، ولله الحمد على أقرانهم من أبناء تلك الدول والدارسين معهم من مختلف دول العالم، وحازوا على الجوائز وحصولهم على المراكز الأولى في التخرج، ونشرنا ذلك في الصحافة المحلية ولله الحمد. كان من ضمن المشاريع ابتعاثهم أن لا تكتفي بالدراسة، لكن يكون بحث التخرج يتضمن بناء قمر صناعي حقيقي. ولله الحمد استطاع فريق البحرين للفضاء، واللي نتشرف أن يحمل اسم البحرين، أن يبني 3 أقمار صناعية قبل عودتهم إلى مملكة البحرين. والقمر الرابع كان هو ضوء واحد، واللي أطلق في العام الماضي إلى الفضاء يوم 21 ديسمبر، ومن ثم أطلق يوم 3 فبراير 2022 إلى المدار. وطبعاً هذه القمر راح نتطرق له في حديثنا اليوم، وما يشكل من أهمية حق مملكة البحرين وإبراز اسم مملكة البحرين على المستوى الدولي وتحقيق للرؤية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة. بعد ذلك هناك يجب أن تكون قيمة مضافة، ليس فقط توطين التكنولوجيا وليس فقط بناء قدرات وطنية في مجال بناء الأقمار الصناعية، ولكن كذلك قيمة مضافة حقيقية لقطاع الفضاء، وهي البيانات الفضائية. مثل ما تعرفون اليوم أن نفط المستقبل هو المعلومات، هو البيانات، ومن يمتلك البيانات ويستطيع الاستفادة منها هو من سيحكم، وهو سيصنف الدول الرائدة والمتقدمة في العالم. البيانات اليوم مهمة للجميع. طبعاً كان لابد لنا أن احنا نواكب هذا الركب التقني والعلمي، فأنشأنا مختبر لتحليل الصور والبيانات الفضائية. طبعاً احنا طموحنا أكبر في البحرين أن نأسس مركز لتحليل البيانات والصور الفضائية يخدم المنطقة ويشكل مصدر دخل، ليس فقط للهيئة ولكن ليدعم الاقتصاد الوطني. فالحمد لله تم تأسيس المختبر، وتم ابتعاث من تم توظيفهم لتحليل تلك البيانات كذلك إلى جامعات مرموقة، وعادوا إلى العمل، ومعظمهم اليوم ينتجون دراسات تخدم 21 جهة في مملكة البحرين، وبعض هذه الدراسات تكون بمقابل. فبدأ هذا المركز في المختبر أن يكون مصدر دخل فعلي للهيئة.
إضافة إلى نشرهم العديد من الأبحاث العلمية، وهذه أبرز اسم مملكة البحرين في محافل علمية دولية ورح نتطرق لها لاحقا. طبعا من الأشياء المهمة أن تكون لدى الهيئة أو أي هيئة فضاء أن يكون عندنا محطة أرضية. المحطة الأرضية نحتاجها ليس فقط لإدارة أقمارنا الصناعية والتواصل معها، الهدف أكبر. هناك أقمار صناعية تدور في الفضاء والفضاء مفتوح للجميع اليوم، فهذه الأقمار بعضها ممكن نحن من خلال مواثيق الدولية أو من خلال علاقاتنا الثنائية مع ملاك تلك الأقمار أن نحن نستفيد من البيانات المحمل على تلك الأقمار، أو نرسل أوامر أن القمر لما يكون في فضاء البحرين يلتقط معلومات خاصة بنا ونستلمها، وبعد ذلك نتبادل، ويكون التبادل إما مقابل مال أو أن يكون معلومة مقابل معلومة. أنت عندك قمر صناعي تفيدني لما يطوف على بلادك، لما يطوف على بلادي أنا بعطيك أكسس على أو ولوج على قمر الصناعي لما يطوف على بلادك. هذه المرحلة إحنا ما وصلنا لها، ليش؟ لأن ما عندنا محطة أرضية. ولكن اليوم إحنا نعمل في البحرين وبقيادة الفريق اللي متواجد اليوم معنا لبناء أول قمر صناعي بحريني بأيدي بحرينية في البحرين، بينبني إن شاء الله. وهي طبعا تأكيد على تحقيقنا تقدم كبير في توطين التكنولوجيا. طبعا هناك اهتمام كبير من القيادة وخصوصا من سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله ورعاه، التقى بالفريق وكان مهتم جدا بإطلاق القمر الصناعي ضوء واحد، ووجه ببناء القمر الصناعي الثاني في البحرين، ووجه بتذليل كافة الصعوبات في هذا الجانب. بالرغم من أن هناك تحديات كثيرة، ولكن بوجوده ودعمه ما بيننا والحماس اللي زرعه في الشباب كان بالفعل له أثر إيجابي في عملية تبني هذا المشروع والقبول بالتحدي، وخصوصا التحدي كان من ناحية مالية وناحية زمنية وناحية تقنية. فإن شاء الله بحلول عام 2024 نسمع أن القمر يكون جاهز، وقبل نهاية 2024 يكون أطلق إلى مداره بإذن الله. طبعا الهيئة من الأشياء المهمة أن بدأت تمثل البحرين في محافل دولية ما كان للبحرين تمثيل سابق، فاليوم البحرين عضو فعال في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، وهذا لم يكن موجود سابقا. البحرين عضو في كثير من وكالات الأمم المتحدة، الوكالات الأممية، بس قطاع الفضاء شيء جديد كان بالنسبة لنا. طبعا البحرين عضو فاعل في اللجنة المعنية باستخدامات السلمية للفضاء الخارجي، وهذه اللجنة بالذات لها ثقل قانوني. وجود البحرين فيها مهم ليس فقط للبحرين ولكن حق الدول العربية، لأن هذه اللجنة التي تضع معايير وقوانين ترسم مستقبل الفضاء وسبل استقلاله من قبل الدول، فكان لابد أن يكون لنا تواجد، لابد أن نتفاعل لكي نحمي حقوقنا في المجال، ليس الآن فقط ولكن كذلك لمستقبلنا. البحرين اليوم ساهمت مع أشقائها في دول الخليج العربي والدول العربية في تأسيس أول كيان عربي مهتم بقطاع الفضاء، فاليوم البحرين عضو مؤسس في المجموعة العربية للتعاون الفضائي، طبعا تم الإعلان عنها عام 2019 في دبي على هامش انعقاد أحد المؤتمرات الرئيسية في قطاع الفضاء. كذلك البحرين بسبب النشاط البحث العلمي اللي نفذوه فريق البحرين للفضاء خلال الفترة القصيرة من عمر الهيئة، يعني بالفعل الهيئة تأسست في عام 2014 ولكن فعليا بدأت العمل بعد اعتماد السياسة الوطنية، بعد اعتماد الخطة الاستراتيجية في 2018، وبعد توظيف الكفاءات الوطنية وتدريبها. فأقدر أقول أن عمرنا الفعلي ما يتجاوز 3 أو 4 سنوات، ولكن بالرغم من هذه الحداثة تلقت الهيئة في شهر مارس من العام الماضي دعوة للانضمام إلى اتفاق أرتمس، واتفاق أرتمس هي اتفاق يضم 8 دول مؤسسة له، من ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة واليابان. فكان من الضروري لهذه الدول أن توسع هذا الكيان، فكان للبحرين الأسبقية للانضمام لهذا التكتل. هاي التكتل طبعاً لأبعاد علمية ولأبعاد تجارية، فهذا التكتل من ما هو معلن اليوم أن الذهاب مرة أخرى إلى القمر، ولكن هالمرة الذهاب والبقاء وبناء مستعمرة بشرية على القمر واستخدام تقنيات المستقبل وعلوم المستقبل من ضمنها الروبوتات
البحث عن مصادر طبيعية من القمر. طبعا كلنا نعرف أن القمر كان قبل ملايين السنين قطعة من كوكب الأرض، فمن المتوقع أن نفس المعادن اللي موجودة، خصوصا المعادن الثمينة اللي هي تشكل الاقتصاد العالمي مثل الذهب واليورانيوم والبلاتينيوم، أن يكون لها أثر. طبعا الأبحاث اللي صارت عن طريق الرحلات الغير مأهولة والمأهولة في فترة السبعينيات اللي هي رحلات أبولو، كشفوا على مجموعة من الأحجار واللي رجعوها للأرض وحللوها أن هنالك مثل ما نقول احتمالية عالية جدا أن تكون تلك الموارد الطبيعية موجودة. فالذهاب هذه المرة إلى القمر سيكون بتأسيس قاعدة بشرية والبحث عن مصادر. طبعا هذه فرصة، والبحرين لما دعوها للمشاركة رحبت، وعقدنا اجتماعاتنا مع وكالة ناسا وحصلنا على المباركة من القيادة السياسية وتم الانضمام رسميا إلى هذا الاتفاق، وإحنا نعتبر من الدول الأولى التي انضمت لهذا الاتفاق ومن الدول الفاعلة. ومساء اليوم قبل حضوري وتشرفي بلقائكم كان عندنا اجتماع مع فريق أرتمس من كافة الدول الأعضاء اللي بلغ عددهم اليوم 23 دولة. طبعا البحرين عضو في الورد ايكونوميك فورم اللي هو منتدى الاقتصاد الدولي، يضم مجموعه من المجالس المتخصصه التي ترسم المستقبل من خلال لقاء القيادات العالميه في منتدى دافوس اللي انتهى تقريبا يوم امس او اليوم اللي قبله، وبعض فعاليات الهامشيه ما زالت يعني مستمره. فالبحرين عضو تم اختيارها لتكون في هذا المجلس، مجلس الفضاء. فنحن فخورين جدا بتمثيلنا لهذه المملكة في كل هذه المحافل، إضافة إلى انضمام البحرين العام الماضي إلى أكبر منظمة دولية مستقلة معنية بقطاع الفضاء اللي هي الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية. وعلى الرغم من حداثتنا إلا استطعنا أن احنا نحقق إنجازين من أول سنة عضوية. فازلنا بمسابقة، مسابقة 3G اللي هي تختص بالجنريشن والجندر والجيوغرافيك لوكيشن او المواقع او الاهتمام بالشباب والمرأة، وكذلك بالموقع الجغرافي، التميز في الموقع الجغرافي. فاحنا فازلنا في منافسة شديدة ما بين اكثر من 97 دولة. على المنحى اخر فازلنا باحدى المبادرات التي تبنتها المنظمة وهي المعنية ببناء حمولة، فتنافست مع 433 جهة من دول مختلفة عبارة عن شركات متخصصة وجامعات ووكالات فضاء، ولله الحمد فازين فيها. وهذه طبعا يعتبر إنجاز غير مسبوق لدولة تعتبر حديثة في القطاع أن تفوز ببناء حمولة فضائية. بعد ذلك طبعا كلنا نعرف أن البحرين الله حباها بقيادة حكيمة، قيادة أسست سمعة عالمية لهذا الوطن، فكان هذا مساعد لنا في الهيئة لفتح قنوات تواصل سريعة وناجحة وبناء ثقة مع مختلف هذه الدول في فترة وجيزة. طبعا هذه الدول مثل ما تشوفون متوزعة ما بين كل قارات العالم، وبالفعل قاعدين نحصل دورات تدريبية، قاعدين نحصل فرص ابتعاث، قاعدين نحصل فرص لولوج على مختبرات علمية متقدمة ما كان لنا ان احنا نقدر نصممها في البحرين في ظل الظروف الاقتصادية المعروفة يعني يمر بها العالم. فاحنا حصلنا من خلال هالعلاقات المتميزة، علاقاتنا فتحت أبواب ما كانت راح تفتح لأي دولة أخرى. إضافة إلى هذه العلاقات اللي تشوفونها، هناك أكثر من اتفاقية وأكثر من مذكرة تفاهم حاليا منظورة من قبل مجلس الوزراء الموقر للدخول في علاقات جديدة مع دول سيتم الإعلان عنها إن شاء الله في المستقبل القريب. طبعا العلاقات الدولية ليست على مستوى وكالات فقط ولا على مستوى منظمات، ولكن كذلك مثل ما تشوفون صار عندنا هاي النماذج على بعض الشركات العالمية الرائدة اللي يمكن كلكم تسمعون سبيس إكس. فاحنا عندنا علاقات ممتازه مع سبيس اكس واطلقنا ضوء واحد مع سبيس اكس. عندنا بلانت لاب شركه متميزه في قطاع الفضاء وهي جديده، هي من عمر الهيئه، وهي تتميز بان هي تقدر تصور الكره الارضيه بالكامل كل يوم. فاحنا عندنا علاقات تعاون وثيقه معها.
إضافة إلى مثل ما تشوفون عندنا علاقات مع وكالة الفضاء السعودية ووكالة الفضاء الإماراتية ومركز محمد بن راشد الغني عن التعريف، كذلك عندنا مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والفضائية جاكسا ويوكي سبيس إيجنسي اللي هي في المملكة المتحدة، وعندنا مع ألمانيا وكذلك مع الهند. طبعا الهند متميزة في هذا القطاع، واستطاعت الهند أو لها فضل كبير في تقدمها العلمي إن هي مهدت الطريق لنا إحنا كدول ناشئة إن نقدر ندش هذا القطاع. ليش؟ التكلفة قبل دخول الهند والصين بالحجم الكبير اللي تشوفونه كانت التكلفة بالمليارات وبالملايين، فكان من الصعب على أي دولة محدودة الميزانية والمصادر والموارد إن هي تدخل وتنافس في القطاع، ولكن الهند بنجاح السريع خفضت من التكاليف، وهذا التخفيض اللي صار سمح لدول أخرى خافت من المنافسة بفتح أبواب كانت محرمة في نقل التكنولوجيا، فابتدينا نستفيد منها. والتكنولوجيا الفضائية راح نتطرق لها لاحقاً، ولكنها مهمة جداً، وهذه أحد الأسباب الرئيسية اللي خلت يعني سيدي حضرة صاحب الجلالة صاحب الرؤية الثاقبة يصر على أن احنا ندخل في هذا التوقيت في هذا القطاع الجديد. احنا بالنسبة لنا يعني حق معظم الناس اللي يمكن لم يكونوا على دراية ان البحرين توه دخل القطاع، ولكن للأمانة احنا في البحرين عندنا تطبيقات فضائية منذ مدة، يعني الكل يعرف مركز الأرصاد الجوية هاي مرتبط بالأقمار الصناعية، مركز مراقبة الموانئ مرتبط بالأقمار الصناعية. عندنا في البحرين في مركز البحرين للدراسات والبحوث في الثمانينات كان عندنا مركز لتحليل البيانات الفضائية، ولكن كان متواضع الإمكانيات وكانت التكلفة آنذاك عالية جدا للحصول على صور من الأقمار الصناعية، وكانت المصادر المفتوحة اللي اليوم يعتمد عليها الكثير من المراكز العلمية غير متوافرة، كانت غير موجودة. اليوم طبعا ما بطول عليكم، أترك المجال لبقية الأعضاء للمشاركة، ولكن هذه الكيو آر عندكم تقدرون أن أنت تأخذون صورة منه وتدشون على رابط ينقلكم إلى الموقع الإلكتروني للهيئة، وهو موقع يحدث بشكل مستمر، وهذا الموقع يشمل كذلك موقع مخصص للناشئة وللشباب لتثقيفهم عن الفضاء، وهناك حتى ألعاب مسلية للأطفال. فصممناه أنه ما يكون موقع جامد، صممناه لكي يكون موقع حي ويتفاعل مع الأحداث وكذلك محبب للناشئة والأطفال لنجذبهم إلى هذا القطاع ونحببهم فيه، لأن هذه أحد علوم المستقبل وهذه العلوم التي تبنى بها الأمم. طبعا عندنا احنا بعد قناة على اليوتيوب فيها كذلك تمارين للأطفال، وكذلك فيها آخر أخبار الهيئة وفيها بعض المحاضرات، وعندنا موقع كذلك انستغرام نشط جدا، واحنا نرحب فيكم ان تكونون متابعين للهيئة سواء على الموقع الإلكتروني في نيوزلتر يعني نشرة فصلية بإمكانكم الاشتراك فيها عبر الإيميل وتوصلكم إن شاء الله، أو متابعينا على اليوتيوب أو على تويتر أو على إنستغرام. شكراً دكتور محمد. نشكر الدكتور محمد العسيري على الجواب والتعريف الشافي والوافي بالهيئة، وهذه صراحة يقودني حق سؤال آخر. يعني إحنا اليوم عرفنا وجود هيئة وطنية تعني بقطاع الفضاء في مملكة البحرين، ومن التعريف يعطينا الدافع أن إحنا نعرف شنو الخدمات اللي تقدمها الهيئة اليوم. فأستاذ عائشة، مساكم الله بالخير. بالنسبة حق الخدمات اللي تقدمها الهيئة فهي طبعا خدمات تتوفر مقابل مبلغ مالي معين بحسب حجم الخدمة اللي تقدمها الهيئة. فهذه الخدمات نفس ما ذكر الدكتور محمد العسيري إن هي متعلقة بمختبر تحليل بيانات الصور الفضائية، فمن ضمن هذه الخدمات هي خدمة توفير الصور الفضائية للجهات ذات العلاقة حسب الطلب، كذلك خدمة تحليل بيانات الصور الفضائية والمساهمة في دعم المشاريع الوطنية. بالنسبة حق خدمة تحليل صور البيانات الفضائية في لها عدد من المجالات اللي قامت بها الهيئة، وهناك أمثلة بسيطة على هاي الدراسات. فمثلا عندنا احنا في مملكة البحرين، نفس ما نعرف ان مملكة البحرين دولة نفطية، ف
كان من أحد الدراسات أو من أبرزها هي الرصد الآلي للبقع النفطية الناتجة عن التسربات النفطية، كذلك الكشف الآلي عن السفن البحرية. كذلك هناك دراسات تعنى بقطاع الزراعة، منها مثلا تغطية المساحات الخضراء، البيوت المحمية، كذلك حصر أعداد النخيل وصحتها، والعديد من الدراسات الأخرى المتعلقة مثلا عندنا بصحة أشجار القرم، وكذلك بالطاقة الشمسية في مملكة البحرين. أما بالنسبة لخدمة المساهمة في دعم المشاريع الوطنية، فبعض الأمثلة عليها مثلا في إدارة الكوارث، نفس ما تحدثنا عن الكشف عن البقع النفطية مثلا، هاي تعتبر أحد أوجه إدارة الكوارث. كذلك تطوير البنية التحتية مثل مراقبة جودة الأسفلت في الشوارع أو مراقبة تخطيط الشوارع نفسها. كذلك الرصد البيئي، ونفس ما ذكرنا بعض الأمثلة اللي هي متعلقة بالزراعة، ورصد مخالفات البناء، التنمية الزراعية، كذلك مراقبة المناطق الصناعية والزراعية والتخطيط العمراني والكشف عن تسربات شبكة الوقود. وطبعا هذه أمثلة يعني على سبيل المثال للحصر، هناك العديد من الدراسات كذلك اللي تقوم بها الهيئة في هذه المجالات. يعني ما شاء الله من تعريف الهيئة والخدمات اللي تقدمها يتضح أن أكيد الهيئة لها إنجازات، وإنجازات واضحة وجلية، بس يمكن الحضور الكريم يحب يتعرف عليها بشكل خلينا نقول عن قرب أكثر. طبعا يعني أنا عن نفسي عندي الحماس والرغبة أن بعرف شنو إنجازات الهيئة على الصعيد المحلي وعلى الصعيد العالمي كذلك. السلام عليكم. طبعا نفس ما تفضلتي بالطبع الهيئة قامت بالعديد من الإنجازات في فترة قياسية، ممكن أحد أهم إنجازات الهيئة هو إطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مشترك ضوء واحد. تم إطلاق هذا القمر إلى محطة الفضاء الدولية في تاريخ 21/12/2021، وتم إطلاقه من محطة الفضاء الدولية إلى المدار المخصص له في الفضاء في تاريخ 3 فبراير 2022. والهدف من هذا القمر هو الكشف عن أشعة قام الأرضية الناتجة عن البرق والعواصف الرعدية، وهي لأول مرة يتم الكشف عن هذا النوع من الأشعة في منطقة الشرق الأوسط. طبعا أحد أهم الإنجازات الأخرى للهيئة الوطنية لعمل الفضاء والمشاريع اللي تعمل عليها حاليا هو بناء أول قمر صناعي بحريني بالكامل في مملكة البحرين. راح يتم بناءه وتجميع مكوناته واختباره كله في مملكة البحرين، ومن ثم حتى بعد مرحلة الإطلاق إلى الفضاء راح يتم تشغيله عن طريق هوائي موجود في مملكة البحرين. طبعا هذا القمر هو الأول من نوعه في المنطقة ليوظف الذكاء الاصطناعي أنه يكون على متن القمر الصناعي نفسه. ففي الأغلب الحالات الاعتيادية أن القمر الصناعي يصور مناطق على الأرض، يتم تنزيل هاي الصور إلى المحطة الأرضية، ومن ثم تتم عملية الذكاء الاصطناعي. ولكن هاي القمر الفريد بالنوع اللي راح يتم عملية الذكاء الاصطناعي على متن القمر الصناعي نفسه، ومن ثم راح يتم تنزيل البيانات بعد اكتمال مرحلة الذكاء الاصطناعي. ايضا احد اهم الانجازات اللي قامت فيها الهيئه، قامت الهيئه بالفوز في جائزه استضافه الحمولات اللي هي تم تنظيمها من قبل مكتب الامم المتحده لشؤون الفضاء الخارجي الامم المتحده، وايضا مركز محمد براشد للفضاء في دوله الامارات العربيه المتحده. ويكون هاي الفوز ان الهيئه تقوم بتصميم وتطوير حموله فضائيه، راح يتم تركيب هذه الحموله على احد الاقمار الصناعيه التابعه لمركز محمد بن راشد، وراح يتم اطلاق هذا القمر حوالي في عام 2024. اطلقنا على الحموله اسم امان، لان الهدف من هذه الحموله هو الحفاظ على امن معلومات القمر الصناعي. ايضا احد اهم الانجازات هو الفوز في جائزه 3G العالميه، واللي تهدف الى دعم المراه، تمكين الشباب، واستغلال الامثل للموقع الجغرافي. طبعا الهيئه فازت بهذه الجائزه كون ان نسبه المراه في مجمل موظفي الهيئه هو 64%. ايضا ان الهيئه فازت بهذه المسابقه كون ان متوسط اعمار موظفي الهيئه حوالي 32 سنه. وايضا الهيئه لها علاقات تعاون دوليه وتفاعل مع مختلف الدول ذات العلاقه في مجال الفضاء، فلذلك الهيئه قامت لذلك الهيئه فازت في هذه الجائزه العالميه. بعد من احد اهم مهام الهيئه التي تقوم فيها حاليا هو نشر الابحاث العلميه. فلله الحمد الهيئه تمكنت من نشر 32 ورقه علميه في اخر سنتين فقط، من اصل 54 ورقه علميه مخطط لاجار العمل عليها حاليا.
طبعا تم نشر هذه الأوراق العلمية في مؤتمرات ومجلات علمية مرموقة. 63% من هذه الأبحاث العلمية هي في مجال تطوير وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، و37% من هذه الأبحاث هي في مجال تحليل الصور والبيانات الفضائية. طبعا احد اهم الامور احنا نقوم فيها عمليه نشر الوعي، وهو احد اهدافنا الاستراتيجيه، نقوم بنشر الوعي باهميه علوم الفضاء لعامه الناس. فقامت الهيئه ولله الحمد في اخر سنتين بنشر 29 مقال علمي مختص يبرز احد عناصر علوم الفضاء واهميته لمختلف فئات المجتمع. وايضا قامت الهيئه بعمل 41 ورشه علميه مختصة تستهدف فيها فئات المجتمع المختلفة مثل الأطفال والناشئة والطلاب المدارس وطلاب الجامعات وحتى الجهات الحكومية. طبعا أحد أمثلة على أنشطة الهيئة في نشر الوعي، احنا نشارك في معرض البحرين الدولي للطيران باستمرار، عندنا تعاون مثمر ومستمر مع وزارة التربية والتعليم وأيضا مجلس التعليم العالي في عمل مسابقات. هذه المسابقات تستهدف فيها طلبة المدارس وطلبة الجامعات. أحد أبرز هذه المسابقات مثلا مسابقة برمج في الفضاء، يعني نحث فيها طلبة المدارس والجامعات أنهم يصممون سوفت وير أو برمجية فضائية وراح يتم تشغيلها على قمر صناعي حقيقي. وايضا من هذه المسابقات مثل مسابقه برمج في الفضاء ومسابقه تجربه على الفضاء وتجربه على القمر، فقمنا نقوم بالعديد من هذه المسابقات. وايضا احد على امثله على انشطه الهيئه هو ان احنا كل سنه نقوم بتنظيم مسابقه تحدي تطبيقات الفضاء بالتعاون مع وكاله ناسا الامريكيه، وراح يتم تنظيم هذه المسابقه في هذا العام في تاريخ 7 و8 من شهر 10. وهاي المسابقة تهدف إن إحنا نجيب الطلاب من مختلف المدارس والجامعات وحتى حق عامة الشعب إنهم يعطون أفكار إن إحنا شلون نقدر نطور قطاع الفضاء العالمي. وأيضا عندنا فعاليات مثمرة في أسبوع الفضاء منها سبيس توكس. بالنسبة للظهور الإعلامي في الهيئة، فالهيئة ولله الحمد في آخر سنتين قمنا بنشر 340 خبر صحفي في الجرائد المحلية. أيضا قمنا بعمل قام موظفي الهيئة في عمل 66 مقابلة في التلفزيون وأيضا مقابلة في وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة. ما شاء الله تبارك الله، يعني إنجازات تشهد لكم ككادر وطني تقومون بتحقيق أهداف مملكة البحرين الاستراتيجية، ونتمنى لكم مزيد من النجاح إن شاء الله. يعني اشتملت الأدبيات العلمية في وجود علوم المستقبل، فشنو مكان علوم المستقبل يعني أو علوم الفضاء، مكان علوم الفضاء في علوم المستقبل خلال السنوات المقبلة، وين تشوفونها؟ طبعا كلمة أو خلقوا مصطلح علوم المستقبل، نعم ازداد ذكرى هذه الأيام أو يمكن آخر 5 سنوات، وهناك الكثير من الدراسات التي انتجتها مجموعة من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دافوس وبعض المنظمات مثل يونسكو والمنظمات التابعة لها تتحدث عن علوم المستقبل وتتكلم عن بعض الوظائف التي راح تختفي خلال 10 سنوات المقبلة وال20 سنة المقبلة حتى 50 سنة المقبلة، وهناك أكثر من 100,000 وظيفة راح تختفي تماما، وسوق العمل راح يتغير اعتمادا على متطلبات سوق العمل الجديدة وعلوم المستقبل. طبعا علوم الفضاء هي إحدى تلك العلوم المصنفة على رأس قائمة علوم المستقبل، وتندرج تحتها الكثير من المجالات مثل الأتمتة والروبوتكس ومثل الذكاء الاصطناعي، كذلك مثل تقنية النانو، علوم الجينات، وكذلك إنترنت الأشياء، والقائمة طويلة. ولكن هذه العلوم اللي نشوفها على الشاشة هذه مرتبطة بشكل أو بآخر بعلوم الفضاء، ويتم الاعتماد عليها بشكل كبير. طبعا هذه العلوم ليست جديدة، ليست وليدة عام أو القرن الحالي، بالعكس هي كانت موجودة من بعد الحرب العالمية الثانية وتطورت شيئا فشيئا، ولكن اليوم أصبحت في متناول شريحة أوسع، والتكنولوجيا أصبحت أكثر موثوقية وأصبحت متوفرة وأصبحت ذات تطبيقات حقيقية مثل الأتمتة عندنا الحين في بناء السيارات، وكذلك في بناء الروبوتكس أو بناء الحمولات الفضائية التي تنزل على سطح القمر وتستكشف، أو على سطح المريخ وتستكشف، تحتاج أذرع
إلكترونية موجودة عليها، يقدرون أطقم المختصين سواء من محطاتهم على الأرض من وحدات التحكم أو في المركبات الفضائية من التحكم بهذه الأذرع وإجراء التحاليل وأخذ العينات. كذلك إنترنت الأشياء أصبحت كذلك مهمة وملحة جدا في عالم اليوم، لأن هي مرتبطة بعلوم الفضاء بشكل كبير، ووصول الأقمار الصناعية وانتشارها، الانتشار الهائل اللي اليوم نشوفه والإطلاق سبيس إكس لحزمات من الأقمار الصناعية أو خلينا نقول عوائل بالعشرات من الأقمار الصناعية لشركات متنوعة. بعض الشركات أعلنت أن هدفها خلال 40 شهر من الآن أن توصل 12,000 قمر صناعي، وبعضها يتكلم أن خلال 5 سنوات بيوصل 65,000 قمر صناعي. ونشوف شركة مثل ستارلينك تتكلم عن إنترنت عن طريق الأقمار الصناعية. هذه كلها بيغير في السوق العالمي، وبيغير حتى مزودي الخدمات اليوم على الأرض وبيحد من قدراتهم، فإما يواكبون التغير وإما سينتهون أو راح تتقلص أرباحهم، ويمكن ما بتغطي تكاليف التشغيل، ويمكن يتخلون حتى عن موظفينهم. فيجب أن يكون هناك يعني مواكبة لذلك. طبعا الذكاء الصناعي مهم جدا، كما أسلفنا المعلومات هي كنز وهي نفط المستقبل، فالذكاء الصناعي ساعد الإنسان اليوم في تحليل الكميات المهولة من المعلومات. يعني القمر الصناعي في دورة واحدة ممكن ينزل معلومات تعادل حوالي 72 جيجا، فهذه المعلومات تعادل يمكن 200 إلى 500 ألف صفحة من المعلومات. عملية تحليلها يوميا مستحيلة بالنسبة حق طاقم بشري، أو أن أنت تضطر توظف جيوش، هاي مثل ما نقول إحنا not feasible أو اقتصاديا ليس ذا جدوى. لكن الذكاء الصناعي تم تطويعه لتحليل تلك البيانات والخروج بأفضل النتائج، وفرز الشوائب التي تكون من ضمن هذه البيانات والتركيز على ما هو صحيح. وهذه البيانات تسهم في تحليل الوضع الراهن واستشراف ما هو قادم في المستقبل. أصحاب القرار صار عندهم القرار مبني على أسس علمية أكثر موثوقية، فتنتج عن هذه القرارات أشياء مفيدة، أشياء تحقق للمواطن رفاهية، تحقق للمواطن رضا أعلى، نسبة رضا أعلى لما يحصل خدمات. فهذه الأشياء مثل الذكاء الاصطناعي وعلم الأتمتة خدم البشرية بشكل واسع. مثل علم النانو، طبعا علم النانو له تطبيقات كثيرة سواء في مجال الطبي وكذلك في المجال الفضائي. علم الجينات، علم الجينات مثل ما نعرف اليوم في مملكة البحرين هناك مشروع دشر من قبل سيدي سمو ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله فيما يتعلق بعلم الجينات وأهميته. طبعا علم الجينات راح يخدم في مجالات كثيرة من ضمنها اختيار أنواع الأدوية. اليوم المحطة الفضائية الدولية يتم تسخير مختبرات لإجراء الكثير من التحليلات المتعلقة بعلم الجينات وعلم النانو كذلك، لاختيار أفضل بيئة يتم فيها عملية الاختبار بعيدا عن أي شوائب قد تؤثر عليها من البيئة، يعني لا بعيدة عن الجاذبية، أو نقول الجاذبية بتكون تأثيرها ضئيل جدا، بعيدة عن الملوثات لأن المحطة الفضائية الدولية تكون على درجة عالية من النقاء في الهواء المستخدم وكذلك في عملية العزل. فهذه العلوم كلها مرتبطة اليوم بعلوم الفضاء، وتستفيد هي كذلك من علوم الفضاء في تطورها وتقدمها، فالعلاقة وثيقة. وعلم الفضاء طبعا علم ياخذ اليوم حيز كبير من الاقتصاد العالمي. اليوم استثمار الدولي في قطاع الفضاء فاق 400 مليار، ومتوقع انه مع نهاية عام 2030 يوصل الى تريليون. فهذه المبلغ طبعا ضخم جدا. الدول التي تنضم الى الانوس او تنضم الى قطاع الفضاء، الانوس اللي هي مكتب الامم المتحده لشؤون الفضاء الخارجي، اخذ في الازدياد. قبل 10 سنوات كان العدد لا يتجاوز 50، اليوم احنا وصلنا على مشارف 90. فالاهتمام الدولي ليس في البحرين فقط، الاهتمام ولا في المنطقه في الامارات والسعوديه مثل ما نشوف، الاهتمام موجود في كافه دول العالم. كل دولة وعت إلى أهمية استغلال الفضاء لخدمة مشاريعها التنموية وتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة سعت إلى الفضاء، لأن الفضاء راح يسهل له الكثير من الأمور.
يعني من التطبيقات اللي تفضلت فيها من ساعة الأستاذة عائشة اللي هو مخالفات البناء. اليوم صعب على المفتشين أنه يدخل حرم بيت بدون أمر قضائي، ويجب أن يكون هناك أمر مسبب، وذلك وفق للدستور، بلد قائم على قوانين. ولكن إذا كانت المخالفة مخفية لن يستطيع اكتشافها ولن يستطيع أن يضع الحلول المناسبة. يعني أضرب لكم مثال بسيط، في كثير من المنازل بعد ما تستقر الأسرة ويكبر عددها يقررون أن فوق موقف السيارات يسوون غرفة أو يسوي اكستنشن. معظم الناس سووها في البحرين. ما يكلف على روحه هذا المواطن بإبلاغ البلدية تفادي لرسوم وإعادة زيارة البلدية ومشاركة الخارطة وهل بيوافقون والله ما بيوافقون. اللي ينتج عن ذلك أنه يركب مكيف، ففي نفس الحي لو 10 بيوت سووا نفس الطريقة هي عندك 10 مكيفات تم تركيبها بدون أي احتساب إلى أن وحدة الدعم الكهربائي الموجودة قد تفقد قدرتها على تلبية الطلب، خصوصا في ذروة الصيف، فيصير فيلير في السيستم. فإحنا نلوم الجهة المعنية على أساس أن انقطع التيار، بينما الجهة المعنية حاطة الخطة وحاطة الوحدات بعدد المكيفات الموجودة بعدد اللي هو مرخص له، ولكن لما يفوق الترخيص تتفاجأ الدولة بهناك ضغط على الصرف الصحي، ضغط على كيبلات الكهرباء. في بعض الأحيان ما يصير فيلير، يصير نفس الكيبل نفسه نخسره، نحتاج فتح الشارع استبدال الكيبل لأنه احترق مثل ما نقول إحنا يعني بشكل عام. فهذه الأمور كلها مرتبطة ببعض، وضروري أن يكون علم الفضاء من ضمن الأولويات العلوم التي ينظر لها كعلوم مستقبل. شكرا دكتور على الجواب. طبعا يعني في ظل ما شاء الله زخم الإنجازات اللي الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء حققتها حتى اليوم، وكل الأهداف الاستراتيجية اللي توصلتوا لها سواء كان على الصعيد المحلي أو العالمي، يعني دائما كل إنجاز وراء تحديات. التحديات هذه تتبلور يعني بشكل خلينا نقول مركز، خاصة في هذا المجال، في الخوف من التكنولوجيا المستخدمة، الخوف من نتائجها، من طريقة تطبيق النظام هذه التكنولوجيا المتقدم، خوف المجتمع مثلاً هل هذه النظام راح يفيد ولا ما بيفيد، شلون بنتعلمه، شلون بنطبقه، شلون بتكون حياتنا في ظل هذه التكنولوجيا الحديثة والمتطورة والمتسارعة جداً. طبعاً كل الدول تتسارع اليوم إن هي تطبق يعني أفضل التكنولوجيا في جميع المجالات، فأكيد أنتم كهيئة واجهتكم تحديات أو خلينا نقول صعوبات علشان اليوم واجهتوها، أو خلينا نقول تجاوزتوها واجهتوها، واللي خلتكم الحمد لله تحققون هذه الأهداف. فممكن تخبرونا أو المهندسين يخبرونا شنو التحديات اللي واجهتكم سواء كانت على الصعيد المؤسسي كمؤسسة أو على المستوى الفردي؟ طيب أنا ببدأ وبعدين أي من المهندسين يقدر يجاوب. طبعاً التحديات دائماً موجودة، ومثل ما نقول في المقولة المعروفة أن الإنسان يخاف من التغيير أو من ما هو جديد، هاي شيء طبيعي. إحنا في البحرين الحمد لله الله حبانا بشعب مثقف ومطلع ومدرك وقارئ، وهذا الشعب ما تفاجأ بنهاية التقنية لأنه هو ملم بها على قدر كبير يعني. ولكن اللي تفاجأنا به طبعا في تحديات مالية، في تحديات موارد، وفي تحديات عدم وجود الكفاءات الوطنية في بعض التخصصات اللي احنا نحتاجها. لكن بحمد الله شباب البحرين يبيضون الوي واثبتوا جدارتهم، ومن تم اختيارهم تفوقوا وانتجوا واليوم يقودون القطاع. لكن يبقى تحدي واحد هو مو بس في البحرين ولكن في كافة دول العالم اللي التقينا مع وكالات الفضاء حتى وكالة ناسا، ما زال هناك تخوف من المجتمع أو انتقاد من المجتمع للاستثمار في قطاع الفضاء. لماذا نستثمر في الفضاء؟ ليش الفضاء؟ هل هي ترف أم هو حاجة؟ أم هو مجرد حاجة مختصرة على دول معينة؟
طبعا الحمد لله مثل ما شفنا في انجازات الهيئه سوينا حملات للتوعيه المجتمع وكان التفاعل ايجابي، والدليل ان احنا نجحنا في التوعيه اهتمام شريحه الشباب والناشئه بالمجال قاعده تتسع، والاتصالات اللي تينا وطلب من المدارس ومن الجامعات لالغاء المحاضرات لتنفيذ مشاريع مشتركه ابحاث مشتركه قاعده في ازدياد، وكذلك الاوراق العلميه التي نشرت بالتعاون مع تلك الجامعات كذلك يعني ازدياد مضطرد فيها ولله الحمد. مثلا المسابقه التي هي برمج في الفضاء شاركوا منها ولله الحمد 84 فريق من البحرين، ما كنا متوقعين بصراحه 84 فريق، وال 84 فريق خمسه منهم تاهلوا للمرحله النهائيه وتم اخذ تجاربهم. طبعا كل فريق كان ما بين شخصين الى خمسه اشخاص، وهي عدد كبير لاول مسابقه تطرح من هذا النوع على المستوى الوطني. طبعا نشوف احنا اللي كتب في السوشيال ميديا، نسمع اللي يقولونه، يعني اراء الجمهور طبعا نهتم بها، النقد البناء نتبنى ونبي نسمعه ونبي نحسن، ولكن هناك بعض مثل ما نقول الانتقادات اللي هي خارج نطاق او سياق الموضوعيه، فسمعناها وجاوبنا من استطاع ان نتحاور معه، واليوم مستعدين احنا نجاوب يمكن بشكل شويه اوضح لمن يمكن لديه نوع من هاي التحفظات. ما ادري يعقوب عائشه انا اذا تسمحي لي حاب اضيف على كلام الدكتور محمد، احنا فعلا توصلنا بعض التساؤلات سواء كان بطريقه مباشره او عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، نحن ليش نحتاج عندنا تكون هيئه مختصه بعلوم الفضاء في مملكه البحرين؟ شلون علوم الفضاء ممكن انه يسهل حياه البشر على كوكب الأرض؟ ليش علوم الفضاء؟ شنو أنا بستفيد من علوم الفضاء؟ إحنا نحتاج مثلاً حل حق الازدحام المروري، إحنا نحتاج حل إن مثلاً نبي بيوت إسكان، نحتاج حل حق مثلاً إن نبي زيادة في الرواتب، نبي وظائف مرموقة. فنأخذ بعض الأمثلة، فعلى سبيل المثال الازدحام المروري علوم الفضاء إحنا نقدر عن طريق الأقمار الصناعية إن نصور وين أماكن حدوث الازدحامات المرورية. ممكن نقدر نعطي بيانات وصور فضائيه للجهات الحكوميه المختصه على سبيل المثال في هاي الحاله والاداره العامه للمرور، بان هي تعرف وين اماكن ازدحام مروري وشلون تقوم بتوفير الحلول لحل هذه المشكلات. ايضا مثلا على سبيل المثال تجمع مياه الامطار، فاحنا نعاني في مملكه البحرين في خصوصا في فصل الشتاء عن مشكله تجمع مياه الامطار في مناطق سواء كانت مأهوله بالسكان او غير مأهوله بالسكان. فعن طريق الصور الفضائيه احنا نقدر نعرف مستوى ارتفاع اليابسه، فنقدر نعرف عن طريق مستويات الارتفاع المختلفه في مناطق مملكه البحرين شلون راح يكون سير مياه الامطار في هاي المناطق، ونقدر نعرف وين اماكن تتركز فيها مياه الامطار في المناطق المأهوله بالسكان وحتى المناطق الغير مأهوله بالسكان مثل البر. على سبيل المثال مثلا اذا بنتكلم عن وظائف مرموقه او زياده في الرواتب، فبطبيعه الحال اذا احنا عززنا قطاع الفضاء الوطني هو راح يخلق حق ابنائنا فرص وظيفيه مرموقه برواتب عاليه، وهي طبيعه الحال في جميع علوم المستقبل وخصوصا علوم الفضاء. لو نشوف الدول اللي برا دائما رواتب المهندسين اللي يعملون في قطاع الفضاء او حتى محللين البيانات الفضائيه والموظفين اللي يعملون بالذكاء الاصطناعي رواتبهم تكون اعلى من المعتاد. طبعا هاي كلها راح نحل هاي المشاكل عن طريق الاستغلال الامثل للتطبيقات الفضائيه، فاذا احنا تم الاستغلال الامثل للتطبيقات الفضائيه راح نحل المشاكل على الارض. ايضا راح نرفع مستوى الخدمات، فعن طريق مثلا بالاستناد الى الصور البيانات الفضائيه جهه حكوميه معينه مثلا تقوم بعمليه معينه، اذا هي استخدمت الصور البيانات الفضائيه راح تقوم بنفس هاي العمليه وبنفس الجوده بس بتكلفه اقل وبمده زمنيه قليله، وهاي شيء مدروس ومعروف عالميا. فكل هاي الامور والاستغلال الامثله لتطبيقات الفضاء في النهايه راح يؤدي الى التقدم والرفاهيه للمواطنين ولسكان الكره الارضيه بشكل عام. طبعا بعد احد التساؤلات واللي احنا التمسناه من عامه الناس ان دائما يربطون علوم الفضاء فقط باستكشاف الاجرام السماويه. علوم الفضاء هي فقط على سبيل المثال انه يكون عندنا رائد فضاء يذهب ويهبط على سطح القمر او يهبط على سطح كواكب اخرى مثل المريخ او ان استكشاف الشمس او استكشاف القمر والى اخره، ولكن علوم الفضاء هي مفهومها جدا اوسع من استكشاف الاجرام السماويه. فاحنا ممكن نقسم علوم الفضاء لثلاث اقسام رئيسيه. اول قسم هو تكنولوجيا الفضاء نفسها، تكنولوجيا الاقمار الصناعيه، التكنولوجيا المستخدمه في الاتصال بين المحطه الارضيه والقمر الصناعي، هاي بحد ذاته عنصر مهم من عناصر علوم الفضاء. ايضا احد عناصر طبيعه الحال هو استكشاف الاجرام السماويه، واحد اهم العناصر
في علوم الفضاء هو أن كيف إحنا نستغل تطبيقات الفضائية والصور والبيانات الفضائية في أن إحنا نحل المشاكل الموجودة على الأرض ونسهل من حياة المواطنين ونقدم الرفاهية لسكان الأرض بشكل عام. شكرا لك المهندس يعقوب. يعني بصراحة ريحت وأسئلة وايد يمكن تتبادر في ذهن أغلب الحضور. تبين أن تطبيق علوم الفضاء هو الجندي الخفي حق تسخير الأسئلة والاستفسارات اللي يطرحها العموم. يعني أنا عشان أوظف ناس وعلشان أسخر الأرض وعشان أحل مشاكل الكوارث الطبيعية وما شابه، لازم أوظف هذه العلوم علشان أقدر أتوصل حق حل جذري في المستقبل. طيب، يعني بس على عجالة إذا ممكن، بس علشان الوقت، إذا ممكن بس يعني أعطيتونا نبذة عن تقنيات الفضاء، إذا ممكن تقولون لنا بشكل أعمق الجانب اللي يتعلق بتطبيقاته. طبعاً علوم الفضاء لها تطبيقات عديدة تخدم عدة مجالات، فعلى سبيل المثال عندنا مراقبة المناخ والطقس. طبعاً هاي شيء نفس ما ذكر الدكتور أنه من قبل كان عندنا اللي هو إدارة الأرصاد الجوية، فعن طريق التطبيقات الفضائية احنا نقدر نتنبأ بالتنبؤات الجوية أنه متى راح يكون هناك أمطار رياح، ونقدر حتى ان احنا ناخذ احتياطاتنا خصوصا في بعض الدول اللي راح تتعرض حق بعض الفيضانات مثلا، او حتى لو عندنا هنا بعض تجمعات مياه الامطار. كذلك في مجال إدارة المياه، فمجال إدارة المياه مو فقط أن مياه الشرب، مياه الصرف الصحي، كلها ممكن أنها تتعرض حق تسربات، فعن طريق الصور والبيانات الفضائية نستطيع أن احنا نحدد أماكن تسربات المياه ويكون هناك سرعة في اتخاذ القرار عشان تفادي أن تصير مشاكل أكبر. حفظ السلام والأمن، فإحنا مع الصور الفضائية نستطيع أن احنا نغطي المنطقة والحدود البلد نفسه، فنقدر نحفظ أمن البلد داخل البلد وحدود البلد نفسه، من أن مثلا تدخل يعني بعض التهريبات اللي تصير من خارج البلد إلى داخله، أو حتى داخل البلد إذا كان هناك مخالفات قانونية نفس ما ذكر الدكتور، مخالفات البناء وغيرها اللي ممكن أنها تخل بأمن البلد. كذلك في حالة إدارة الكوارث نفس ما ذكرنا في البحرين، ممكن يكون عن طريق الكشف عن التسربات النفطية، ممكن إدارة كوارث أخرى في بلدان أخرى لها علاقة بالزلازل والبراكين وغيرها. كذلك حتى في الكفاءة في النقل والزراعة نفس ما ذكرنا بعض الأمثلة اللي هي حصر أعداد النخيل كانت ودراسة صحتها، فهي كلها تدخل تحت ضمن الكفاءة في النقل والزراعة. طبعاً مو بس يقتصر على هذه المجالات، لكن حتى إحنا في حياتنا اليومية الرفاهية اللي إحنا قاعدة نعيشها، فمثلاً أغلبنا اللي يطلب أي طلب هو يعتمد في النهاية على نظام تحديد المواقع، فشلون أنا توصلني الطلبات وأنا قاعد في البيت؟ أطرش اللوكيشن. اللوكيشن يعتمد على شنو؟ يعتمد على نظام تحديد المواقع اللي هو في شبكة من الأقمار الصناعية اللي مختصة في هذا النظام، فهي تطبيق فضائي، بس يمكن احنا ما نعرف قيمته انه هو ناتج من التطبيقات الفضائية. كذلك القنوات التلفزيونية اللي احنا اليوم تنقل لنا مثلا المباريات وغيرها من هاي الشغلات، كلها عن طريق الأقمار الصناعية. فهذه مثلا مثال حي على صورة فضائية ممكن من خلالها نقوم بالعديد من الدراسات من خلال هذه النموذج من الصور. فمثلا عن طريق هذه الصورة احنا نستطيع ان نراقب جودة الاسفلت في الشوارع، فنقدر نحدد اذا في منطقة معينة هناك ضرر معين، فيتم من قبل الجهات المختصة أن يقومون بتغيير الأسفلت وتعديله. كذلك حل مشكلة الازدحام المروري، نقدر نحصر عدد السيارات ونحدد المناطق اللي يكون فيها الازدحام المروري، وبالتالي الجهات المعنية ممكن أنها تتخذ قرار في لحل هذه المشكلة. كذلك نستطيع حصر أعداد الأشجار ودراسة صحتها من خلال هاي النوع من الصور الفضائية، بالإضافة إلى مراقبة تخطيط الشوارع، سلامة الجسور والأنفاق، وكذلك الكشف عن تسربات المياه. فيمكن مرة أنا ويعني سؤال إن شلون نقدر نكشف عن تسربات المياه من مجرد صورة بدون ما نروح حق تقنيات متطورة مثل الرادار والسار.
الجواب بسيط، أن مثل هاي النوع من الصور ممكن نلاحظ تغير في لون الأسفلت يدل على تسرب داخلي تحت الأرض في لشبكة المياه، أو وجود منطقة مو المفروض أن يكون فيها زرع، فراح يكون هناك بعض من النباتات حول هذه المنطقة اللي تثبت أن هناك تسربات للمياه. هاي من مجرد صور، لكن هناك العديد من التقنيات اللي ممكن عن طريقها أن احنا نكشف عن مثل هذه التسربات في المياه أو في النفط أو في الغاز وغيرها من الأنواع. طبعا التطبيقات علوم الفضاء مو بس تقتصر على تطبيقات مباشرة، لكن هناك تطبيقات غير مباشرة أو نقدر نقول فوائد غير مباشرة من علوم الفضاء، بعضها نتجت عن أبحاث لتكنولوجيا الفضاء. فنفس ما تعرفون أن لما الوكالات العالمية مثل وكالة ناسا تحاول أنها تقوم بدراسات مثلا للوصول إلى القمر أو الكشف عن عينات من الصخور المتواجدة على سطح القمر، عشان توصل لمبتقاها تقوم بالعديد من الأبحاث وتحاول أنها تطور من هذه التكنولوجيا. فنتج عن هذه الأبحاث بعض الاختراعات اللي احنا يمكن نستخدمها بشكل يومي في حياتنا واحنا ما نعرف من وين جت هذه الاختراعات. فخلنا ناخذ على سبيل المثال مثلا المقالي المطلية بمنع الالتصاق. فقبل يمكن كانت المقالي يلتصق الطعام فيها، مؤخرا طلع اللي هو المقطب بمادة التفلون اللي هي تمنع الالتصاق. شلون جت هاي الفكرة؟ كانوا يحاولون ان يضعون مادة على الأقمار الصناعية او على المركبات الفضائية اللي تمنع التصاق الأجسام اللي ممكن تتواجد في الفضاء وممكن ان هي تخدش هياكل هذه الأقمار الصناعية، فتوصلوا ان هذه المادة تمنع الالتصاق. فعلى سطح الأرض تم اكتساب هذه التقنية وتطبقت في المقال. نفس الشيء المكنسة الكهربائية كان الدافع وراها اللي هو أن كانوا يحاولون يستخرجون بعض الصخور من على سطح القمر، فتحولت هذه الفكرة إلى أن هي التقاط الغبار والأوساخ وغيرها باستخدام مكنسة كهربائية على سطح الأرض، والعديد من التقنيات اللي نتجت عن مثل هذه الأبحاث. طبعا علوم الفضاء مرتبط ارتباط وثيق بأهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة هي أهداف 17 هدف تم وضعهم من قبل منظمة الأمم المتحدة. طبعا هذه الأهداف هي تعنى بتحقيق مستقبل أفضل حق الجميع، فلذلك نفس ما نشوف هي تعنى ببعض التحديات اللي تواجه العالم بشكل عام مثل الفقر، الجوع، التغير المناخي والعديد من التحديات. الشيء المميز في علوم الفضاء أن جميع أهداف التنمية المستدامة تعتمد في تحقيقها بشكل مباشر أو غير مباشر على تقنيات علوم الفضاء، وتخدم 17 هدف كامل علوم الفضاء. لكن 40% من هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها بأي شكل أو آخر بدون أن ما يتم استخدام تطبيقات علوم الفضاء من أجل تحقيقها. فطبعا الهيئة سعت ان هي تربط طبعا خطتها الاستراتيجية بأهداف التنمية المستدامة، فالهيئة بخطتها الاستراتيجية استطاعت ان هي تغطي 17 هدف جميعا من خلال خطتها من مختلف الأهداف اللي هي عندها. فأنا أدعوكم ان تشوفون فيديو قصير من إعداد الهيئة اللي يبين شلون الهيئة قدرت أن هي تحقق جميع أهداف التنمية المستدامة من خلال التطبيقات اللي هي تقوم فيها والخدمات اللي هي تقوم فيها.
الله يعطيكم العافية والصحة، يعني جهودكم بارزة صراحة، ونفخر فيكم ككوادر بحرينية أسست هذه القطاع في البحرين، قطاع جديد ومستجد وأثبتت نفسها، وإن شاء الله نتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح. وهذه الباركود حق الحضور اللي حاب أنه هو يزور الموقع إن شاء الله. نفتح مجال حق أسئلة الحضور، وأتمنى يعني نأخذ ثلاثة أسئلة كحد أقصى لضيق الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال. اسمي أحمد سيف. حسب تصريح سعادة الدكتور محمد العسيري، نعم، أن القمر ضوء وين، هذه فقط لرصد أشعة جامعة الأرضية الناتجة عن العواصف الرعدية. أنت وين وديتون وايد؟ يعني هذه هل اللي قلتوه الآن مشروع طموحات أو أنه مش بالضبط؟ بالنسبة عن المرور طير الدرون 20 دينار، طير الدرون تكشف كل السيستم، ما حتى قمها صناعي من فوق، يعني تعجب على هالحكي اللي قلتوه، شيء جميل وشيء شيء يشرف. لكن استاذي بقى سؤال ثاني، كم تكاليف قمر ضوء وين؟ وين سويته؟ وكم تكاليف الطاقة؟ وفي أي دولة؟ وشكلها سامحوني على لا لا بالعكس سامحة، يعني بس نتمنى الأسئلة السادة الضيوف راح يجاوبون على الشق المتعلق بموضوع اليوم إن شاء الله. لا 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 أبدا أبدا، ما في سؤال ساذج، بالعكس بس في أسئلة متعلقة، كل الأسئلة نقدرها ومتفهمين سؤالك، الله يسلمك وشكرا لك. أول شيء خلينا نتكلم عن ضوء واحد وكفكرة. طبعا ضوء واحد لما جينا نسويه سويناه بالتعاون مع مثل ما ذكرنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. اختيار المشروع نفسه لخدمة مو بس البحرين، لخدمة منطقة الشرق الأوسط، واحنا نفخر بأن هذا المشروع من البحرين إلى العالم. أول مشروع بحريني ما كان للبحرين بس، من البحرين إلى العالم، وهذه جزء من رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله فيما يتعلق بالريادة على المستوى العالمي. المشروع ذي لم يتم تنفيذ شيء مماثل له في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. وين أهمية هذه الأشعة؟ هذه الأشعة تهمك وتهمني وتهم كل واحد يرتاد الطيران المدني. هذه الأشعة إذا ما تم دراستها لها تأثيرات خطيرة جداً، لأن أشعة جاما تعادل 100 ضعف أشعة إكس اللي نسوي فيها في المستشفيات. هذه الأشعة تأثر على هياكل الطيران، فإذا ما كانت شركات الطيران وشركات تأمين الطيران عندها البيانات على خطوط الطيران اللي تمر في المنطقة وقدر أشعة جاما اللي تأثر على الهياكل مالتها، هي شكل خطر على ارتياد الطيران وكذلك على الطيران اللي قديم في شركات طيران اللي دخلت التجارية تستخدم طيران قديم، فهياكلها ما حد يفحصها. إضافة إلى ذلك أطقم الطيران نفسهم اللي هم محددين بساعات من السفر سنويا، اللي هم الأطقم من طيارين ومضيفين، هذين بشر من حقهم أن يكونون على علم ودراية بكمية أشعة جاما اللي تعرضوا لها خلال رحلتهم. طبعا السحب الركامية مثل ما تعرف ليست موجودة فقط اللي فيها حاليا فيها المطر، وفي سحب لما نطلع في مستوى أعلى هناك نشوف سحب وبرق، مو بشرط المنطقة اللي تحتنا تكون البحرين، الطيران قاعد يقطع مسافة من الشرق الأوسط، فممكن تتعرض الطيارة لعشرات الآلاف من الجرعات في كل رحلة. فهذه كان مساهمة فعلية من البحرين، وحصلنا على ثناء دولي منها وشكر من سفراء الدول اللي زارونا في الهيئة واطلعوا على التجربة وأشادوا بها في ألمانيا وأشادوا فيها في المملكة المتحدة وكذلك الأشقاء في المملكة العربية السعودية كمساهمة دولية نادرة. يعني الجانب السعودي قالوا سبقتونا في الحركة، يعني حركة ذكية. على جانب آخر فيما يتعلق بالدرون، الدرون صحيح الله يسلمك، الدرون قدرات محدودة،
الدرون انت عشان الطائره بيغطي منطقه محدوده، ما بيغطي البحرين كلها. اضافه الى ذلك في بطاريه لازم تنزله وتشحنه، في بطاريه تشحن بالطاقه عشان يقدر يطير وترد تتفرق، لازم ينزل لازم يشحن. من الشركات اللي عندها درون ومتمكنه من تقنيه الدرون في البحرين على سبيل المثال احدى الشركات النفطيه لجأت لنا عشان نغطي المساحه اللي تبيها، لان يحتاجون بالتغطيه بالدرون اكثر من اسبوعين. اسبوعين طيران شوت خلاص صارت الاشياء وانتهت وتغيرت ظروف المحيط بها. فاحنا بالقمر الصناعي يوميا نعطيك صوره شامله لمنطقه شاسعه وبمعدل تكرار في اليوم 3 مرات. طول ما الشمس موجوده في النهار يمر القمر 6 مرات في اليوم على البحرين الى 8، 3 منها إلى 4 في وجود الضوء، فاقدر اعطيك صوره بالالوان للبحرين. فهذه ما يقدر الدرون ينافس فيها. فهذه الشق الاول والثاني من السؤال. اما بالنسبه حق التكاليف مثل ما تفضلت يعني هي خارج نطاق النقاش، ولكن انا اطمنك ان احنا ما دفعنا شيء. دشينا بكفاءاتنا وبالعلوم والتقنيه اللي عند الشباب البحريني كانت تكفي تسد مشاركه البحرين في ذلك. شكرا شكرا على السؤال، تفضل. صحيحين يوسف خالد، نشكركم برنامج في المركز، نشكر سعادة الدكتور محمد والمهندس عائشة والمهندس يعقوب وجميع طاقم الهيئة على العرض الوافي. حبيت في العرض خصوصا الرابط مو فقط على الجانب النظري العلمي، لكن أيضا تطرق إلى الجانب العملي التطبيقي اللي تشتغل عليه، خصوصا في النهاية في الفيديو الأهداف التنمية المستدامة. يمكن الـ SDGs تنقلني شوي إلى نقطة النظرات الدولية، سواء الـ UN أو الهيئات تبع الأمم المتحدة أو غيرها، تطلب من الكثير من الدول طبعا المملكة منها بعض الإحصائيات، بعض الفكرة تنبني عليها أمور عديدة منها مساهمات مالية، منها أمور متعلقة بالخطاب الأمم المتحدة للتغير المناخي، المملكة أعلنت أنسابها بالوصول إلى الانحدار الصفري في 2060 وغيرها من الالتزامات. قد يعني في السابق لا تتواجد هذه المعلومات بطريقة مباشرة، توصل من جهة معتمدة في المملكة إلى جهات حكومة جهات أو منظمات دولية، فيتم الاعتماد في بعض الحالات على projections معينة أو approximations قد لا تكون دقيقة لازم تكون دقيقة، ممكن يترتب عليها أمور يعني قد لا تكون في صالح المملكة بشكل عام. فسؤالي ما أسألك هو ما هو دور الهيئة الوطنية لعلم الفضاء في إيصال هذه الأرقام المتعلقة مثلا بالرقعة الخضراء، التغير المناخي، جودة الهواء وغيرها من الداتا بوينت إلى المنظمات الدولية؟ هل في يعني صلة مباشرة يعني كونكشن بين الهيئة وبين هذه المنظمات الدولية؟ سؤالك واضح، شكرا لك. بكل شفافية وبكل أمانة احنا الهيئة معنيين بالاتصال بمركز واحد واللي هو الأنوسا واللي هو مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي. فيما يتعلق مثلا جودة الهواء هنالك هيئة خاصة أو مجلس الأعلى للبيئة هم المعنيين بذلك. احنا من جانبنا لما تجينا الطلبات لتزويدهم بالبيانات نقوم بذلك. هي الجهة المعنية بالاتصال من خلال قنوات رسمية متعارف عليها، ربما تكون وزارة الخارجية لها دور، ممثليننا في المنظمات بشكل دائم. هذه التفاصيل أنا لا أعلمها. إحنا بالنسبة للهيئة طلبت من عندي معلومات عن الرقعة الخضراء، نعم ننفذ المشروع ونعطيهم البيانات. يعني آخر دراسة سويناها بناء على المشروع الذي أعلن عنه سيدي اسمه ولي العهد حفظ الله ورعاه رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بزيارة التشجير في البحرين. انطلقت العملية من بعد كوب 26 وبعد ما وصلنا إلى كوب 27 الذي عقد في أبو ظبي هذا العام أو في دبي، طبعا ساهمنا احنا في حصر الفرق وأثبتنا بالأرقام أن نسبة الزيادة قاربت 16%. واليوم أبشرك لأن المؤتمر صار في أكتوبر، أنا أتحكى اليوم
النسبة الزيادة حوالي 20%. فمشروع زيادة الرقعة الخضراء والتشجير مشروع ناجح، وأثبتناه بالأقمار الصناعية أنه بالفعل لا تأثير وزيادة الرقعة موجودة. لكن بعض المنظمات الأخرى تتطلب معلومات أخرى من جهات أخرى. إحنا اختصاصنا محدود وفق مرسوم إنشائنا. إحنا جهة تين الطلب نوفي لك به، لكن مالي حق تجاوز حدودي إلى منظمات أخرى تمثلها في البحرين جهات وقعت معها مذكرات واتفاقيات، أو هي الجهة المعرفة رسميا أمام تلك المنظمة القطاع الفلاني، فهم يسألونه سواء الفاو سواء البيئة سواء. فإن شاء الله جوابي واضح بالنسبة لك. نعم. بسامحة السؤال الأخير تفضلي. شكركم على العرض والشير، وسعيدة أن وجود مثل هذه الهيئة في مملكة البحرين. دكتور محمد، لو نرجع شوي وراء، في وقت بدء المشروع كان عندكم أنتم مشكلة مثل ما ذكرت استقطاب الكفاءات، والحمد لله تبارك الرحمن حصلتوا كفاءات مثل المهندسة عايشة الحرام والمهندسة عبود القصار وأكيد في غيرهم، وقالوا بالفعل مثلوا البحرين أحسن ما يمكن، ومثل ما تفضلت أن بكفاءتهم قدرنا نحن ننشئ هذا المشروع من غير أي تكلفة مالية. سؤالي دكتور محمد بالذات أن أنت كنت عضو مجلس إدارة معهد التكنيك ومختص في مجال الجامعة وحين في الهيئة، هل كان لكم دور في، وأيضا لما ذكرت أن الوظائف مستقبلا راح تتغير، هل لكم دور في إعداد برامج أو تخصصات في جامعة البحرين لاستخراج مثل هاي الكفاءات اللي راح تخدم المشروع، بالذات أن احنا داشين في تنفيذ استدامة على 2030 راح يكون في أشوال تغير، وأنتم بديتوا مناهجكم الدراسية دخلت المناهج الابتكارات والبحوث الدراسية مثل ما ذكرتوا ودخلت في المناهج الدراسية، هل نتأمل أن هذه المسيرة راح تكتمل ونشوف قريبا قبل 2030، يعني ما نقول 2030 لا، في خريجين طلعوا في تخصصات تخدم هاي المجال أساس ندخل في تطور أعلى من التطور اللي ذكرتوه؟ شكرا. شكرا على سؤالك، سؤالك ممتاز جدا. يمكن في نقطة عشان أجاوبك على السؤال، احنا طبعا المشرف بالرقابة على الهيئة هو سمو الشيخ ناصر بن حمد حفظه الله، طبعا سموه لا نظرة في هذه الأمور، ومثل ما نعرف أنه أطلق أول مشروع للذكاء الاصطناعي، وكذلك أطلق سمو الشيخ خالد بن حمد أكاديمية الذكاء الصناعي في بوليتكنيك البحرين. طبعا انا تشرفت ان كنت يعني لي جزء من عمليه التدشين فيما يتعلق بالاكاديميه الاولى. طبعا هذه الاشياء جاءت من وحي متابعه مستمره من قبل القياده لمشروع بناء القمر الصناعي وتحليل البيانات الفضائيه واطلاعهم. يعني لا اخفيك سرا ان احنا نرفع تقارير كنا كل شهر الى القياده عن ما يتم انجازه كل شهر بشهر من تأسيس الهيئة. طبعا كان عندنا تعاون بناء وثيق مع وزارة التربية والتعليم ذكرنا فيما يتعلق بالمناهج، وما عكس في المناهج فيما يتعلق بعلوم المستقبل وما يتعلق بالفضاء خصيصا تم استعراضه في معرض البحرين الدولي للطيران بحضور سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه وممثلين من قطاع المناهج. طبعا احنا اجتمعنا مع إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم وزودناهم بالكثير من الأبحاث المنشورة وبأفضل السبل للتطبيق في كل قطاع، تربية إسلامية، لغة عربية، جغرافيا، تربية مواطنة، رياضيات، فيزياء، كيمياء، أحياء. حاولنا ان نغذي الطالب وكسر حاجز الرهبة والخوف انه فضاء هاي مو بصوبنا، مو بصوب مجتمعنا او دولنا، هاي خطا، فاحنا دمجناهم. اضافه الى ذلك انتقلنا الى الجامعه، طبعا جامعه البحرين هي الجامعه الام اللي تشرف كلنا ان احنا يعني انتسبنا لها كطلبه وكموظفين، وما ننكر فضلها يعني. طبعا تعاوننا مع الجامعه، زودناهم بكذلك بمجموعه من الاقتراحات عن طرح برامج
اليوم نشوف ان في بعض البرامج تم تبنيها بالفعل واعلن عنها، بعضها في درجه البكالوريوس، بعضها في درجه الماجستير. واحده منهم اذكرها الحين اللي هو البيانات الضخمه، هاي من المشاريع اللي اقروها. كذلك الذكاء الاصطناعي وعلوم الاتمته تم تطويره في كليه الهندسه، قسم الهندسه الالكترونيه والكهربائيه، يعني في شيء واقع. إضافة إلى ذلك زيادة الابتكارات. اليوم إحنا القمر الصناعي الجديد بيشمل 3 ابتكارات بحرينية، مجموع الابتكارات اللي أنتجها فريق البحرين الفضاء إلى اليوم 6. من كان يتصور قبل 5 سنوات إن بحريني بيبتكر شيء في مجال الفضاء بيحصل عليه ريكوجنيشن دولي أو بيحصل عليه ثناء دولي؟ ما كان موجود. فالحمد لله إحنا نتمنى قبل 20-30 يكونون طبعاً في خريجين، بإذن الله بيكونون في خريجين. اليوم مدام ابتدوا أكيد بيوصلون، مرام بحرينيين بوجود هالبيئة التعليمية ووجود الدعم من القيادة والحظوة التي يعني اهتم أو محاطة بها علوم المستقبل مثل الذكاء الصناعي والأتمتة والاهتمام بالابتكار، نشوفها في مجال الرياضة، في جائزة حق سيدي سمو الشيخ ناصر بن حمد في هذا المجال، في جائزة الابتكار الحكومي في كذلك في الحكومة من قبل سيدي ولي العهد رئيس الوزراء. هذه الجوائز بعضها قدمت مقترحات وبعضها فاز، مرتبطة بعلوم الفضاء. وعلى فكرة أحد المشاركين كان من الهيئة، وهناك فريقين شاركوا في مسابقات سابقة. ليس كل الكل يفوز، يعني أكيد في منافسة شديدة، ولكن في أفكار تبنوها بناء على تطبيقات فضائية. كذلك جائزة سمو الأميرة سبيشة في المجال التقني والابتكار، أول دول أول من فاز فيها عفوا فريق من الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، أعتقد المهندسة شيماء المير وعايشة الهاجري. فيعني هاي الأشياء موجودة وواقعية وبدأت تفعل، فلله الحمد إحنا سارين في هذا الاتجاه. طبعا يد واحدة مثل ما نقول إحنا هالبحرية ما صفق، مؤسسات التعليم العالي الخاصة قبل الحكومية قاعدين نتعاون معها، وشهد الله البوليتكنيك وجامعة البحرين فعالين، وفي مثل ما نقول تفاعل سريع وآني لما نقترح ولما نلتقي معهم ولما نطلب لقائهم. استضافت البوليتكنيك مؤخرا فعالية ضخمة في هذا المجال، والسنة إن شاء الله في شهر 5 بنستضيف غالبا في شهر 5 أول دولة عربية تستضيف مجلس الاستشاري لقيادات الفضاء، وهم يشكلون الجيل المقبل لقيادات الفضاء الدولي، بتستضيف البحرين وفي بوليتكنيك البحرين. هذه ليش سويناه في البوليتكنيك؟ نقدر نسوي في فندق؟ لا، احنا ما نبي يكون في معزل عن الشباب عن المتعلمين، بيكونون هم موجودين ومتفاعلين مع هذا المجلس، بيشوفون قيادات من اكثر من 120 قيادي موجودين من اكثر من 70 او 95 بلد. فهذه فرصة لهم للاحتكاك بهذه الأقران، وبيكون هناك متحدثين دوليين في هذه الفعالية. وطبعاً اختيار البحرين يؤكد على أن احنا أثبتنا أن احنا قاعدين نحدث فارق. ومثل ما تفضل مساء المهندس يعقوب، احنا الدولة العربية الوحيدة اللي وكالة ناسا تطرق بابنا لنستضيف تحدي الفضاء العالمي، واليوم عندنا 3 خبراء بحرينيين مصنفين من وكالة ناسا في تصنيف 31,000 مشروع دولي يقدم في التحدي. فهذه يعني غيث منفيض، ولكن ما بطل عليكم. أعتقد أستاذ وكم نحن فخورين بهذه الكوكبة من شباب البحرين الذي كسروا المألوف وأخذوا بالبحرين واسم البحرين عاليا إلى صفوة الدول المتقدمة. أتدنا في البحرين أن نتكلم عن حلوى وعن تمور السكري وعن المهروس، وهذه ما اعتدنا عليه، ولكن انتم الصفوه الذين اخذوا باسم مملكه البحرين عاليا الى صفوف الدول المتقدمه، واستعرضتوا لنا انجازاتكم، وهذا فخر لكل بحريني. شكرا. وهذا ليس بغريب على اهل البحرين وعلى قيادتها الرشيده الحكيمه. فاحنا دستورنا القران، والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه الكريم: يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا في أقطار السماوات والأرض فانفذوا. فأنتم من أنفذتم عقولكم النيرة إلى هذا الفضاء، ونحن فخورين جدا، رفعتم اسم البحرين عاليا. سؤالي، لقد استعرضت على إنجازاتكم إلى سنة 2024
إنجازات عظيمة إن شاء الله ونتفاعل إلى تحقيقها. ما هي إنجازاتكم أو تخطيطكم إلى نظرة سيدي ولي العهد في 2030؟ إن شاء الله. شكرا. شاكر لك طبعا بداية شاكر لك المشاعر النبيلة. وطبعا احنا هذه واجب علينا، احنا مهما بذلنا من جهد ما نقدر نرد جميل البحرين علينا، سواء من يعني تعليمنا، من ناحية تبنينا كشباب بحريني. فشكر موصول للقيادة ولكل أفراد الشعب البحريني. طبعا عندنا مشاريع كبيرة وأمالنا كبيرة، يمكن احنا متواضعين في الاعلان تفاديا يعني لاي تحديات فيما يتعلق في المستقبل من موازنات ومن امكانيات قد يمكن لا نستطيع تحقيقها، ولكن الهيئه عندها طموح كبير. فاولا فيما يتعلق ببناء الاقمار الصناعيه، نبي نطلع من حيز الاقمار النانويه الى الاقمار المتوسطه والكبيره. طبعا المتوسطه احجامها تكون في حدود 150 الى 250 كيلوغرام، وطبعا هاي بتكون تكاليف اعلى، ولكن من خلال علاقاتنا الدوليه احنا قادرين على تخفيض الكثير من التكاليف وكذلك الحصول على التقنيات، وهي غير متاح لاي دوله. اضافه الى ذلك عندنا التنوع في المهمات الفضائيه، فحين المهمه الاولى مثل ما ذكرناها كانت تعنى بدراسه تخدم البشريه، القمر الصناعي الثاني يحمل حمولة مختلفة. هاي الحمولة ممكن تتكلم عليها المهندسة رئيسة الحملة أو المهمة الفضائية الأستاذة عائشة، ولكن عندنا على مستوى المختبر احنا نأمل أن هذا المختبر اليوم يتحول إلى مركز ما يخدم البحرين بس، يخدم الإقليم، يخدم الدول العربية، يوفر بيانات، لأن هناك نقص حقيقي في الدول العربية في تحليل هذه البيانات والإمكانيات. اليوم احنا نتلقى طلبات من بعض الدول العربية لتوفير تدريب للإخواننا في الدول العربية والدول الخليجية كذلك في كيفية التحليل، في كيفية بناء خوارزميات الذكاء الصناعي. اليوم البحريني راح وتعلم ورجع وابتكر من منتج بحريني يحمل حقوقه، هو بإمكان أنه يشاركه مع شقيقه العربي بدون ما يخاف من مسألة الحقوق الملكية، وهذه شيء جديد، هذه يعني خطوة كبيرة واعتبرها خطوة شجاعة أن نحن وطننا التكنولوجيا وأصبحت تنتج محليا خصوصا في قطاع مثل الفضاء فريد من نوعه وجديد. فيما يتعلق بالبنية التحتية احنا نطمح إن شاء الله خلال السنوات المقبلة أن يكون عندنا التمويل المناسب لبناء المحطة أرضية متعددة الهوائيات، لأن أنواع الأقمار الصناعية اليوم كثيرة وليس هوائي واحد يكفي للتخاطب معها جميعا، فنحن محتاجين أن يكون عندنا مثل ما نقول مزرعة من الهوائيات للتواصل مع هذه الأقمار الصناعية، خصوصا أن بعضها يمكننا الولوج إلى معلومات مجانا، وهذا يحدث فارق كبير في كمية البحث العلمي اللي احنا نقدر نوفر ذي البيانات اللي قلناها هي نقطة المستقبل، اللي هم مؤسسات التعليم العالي عندنا في البحرين، واللي احنا نشجعها لاستغلال هذه المعلومات وإنتاج البحوث. اليوم الجامعات ينظر لها على كمية البحوث اللي تنتج بشكل بنسبة عالية في عملية التصنيف، واحنا ما نرضى ان جامعاتنا تكون متأخرة، جامعاتنا لازم تكون يعني مماثلة حق القدر والاهتمام التي أولته البحرين لها وتاريخ البحرين القديم في هذا القطاع. ولا يخفى عليكم أنتم قيادات يعني سبقتونا في هذا المجال وتعرفون أن البحرين كانت سباقة في كل مجال، فإحنا نبي نوفر هاي المعلومات. القمر الصناعي ضوء واحد بياناته، دعينا الجامعات الخاصة وعقدنا معها ندوات وقلنا لهم حياكم تفضلوا استخدموا ذي البيانات انتجوا دراسات باسم البحرين، واحنا على الرحب والسعة مستعدين نشارك معاكم ووفر لكم الدعم. فالباب ما زال مفتوح وسيستمر بمشيئة الله. فاحنا طموحنا يعني ما له حدود، ولكن مقيدين ببعض الأمور مثل ما خبرتك الميزانية وبعض الموارد اللي تعنى بالأعداد الكفاءات اللي نقدر نأهلها. بالنسبة حق القمر، القمر الصناعي، بالنسبة حق القمر الصناعي البحريني بالكامل، طبعا نفس ما ذكرنا هو أول قمر في المنطقة راح يوظف تقنية الذكاء الاصطناعي على متن القمر الصناعي
نفسه. فطبعا أول هدف حق هذا المشروع هو بناء القدرات الوطنية وتوطين التقنية، لأنه راح يكون بالكامل بحريني من التصميم حتى تشغيل القمر الصناعي. طبعا اللي بيميز هاي القمر أنه هو راح يحمل 3 ابتكارات ممكن أن احنا نحصل عليها براءة اختراع خاصة في الهيئة. واحد منها يعني بموضوع أمن المعلومات. طبعا أمن المعلومات هاي صار يشغل قطاع الفضاء والدول المتقدمة في قطاع الفضاء، لأن نفس ما احنا كلنا نعرف أنه ما في قانون يمنع اللي هو أنه اي احد يطلق قمر صناعي ويبتدي يصور وينزل هذه البيانات، فما في شيء يمنع ان الناس تحصل على معلومات عن اي بلد تبي، عن اي منطقه هي محتاجتها. فهني يكون في تحدي، لازم يكون في امن حق هاي المعلومات. القمر الصناعي راح يختبر هذه التقنيه، ان احنا راح نقوم بتشفير البيانات اللي نستلمها من المحطة الأرضية ونرسلها إلى المحطة الأرضية كذلك، فراح تكون بيانات مشفرة. لو أي أحد حاول يلتقط مثل هاي النوع من البيانات ما راح يقدر إنه يعرف شنو فيها. بالإضافة لذلك الحين صار حتى هناك ممكن تكون حروب عن طريق الأقمار الصناعية، يعني ممكن تي جهة معينة تحاول إن هي تسبب ضرر حق القمر الصناعي نفسه، ممكن يسبب حطام في الفضاء، فالحطام دي اللي في الفضاء راح يأثر على أقمار صناعية ثانية لما ترتطم فيه. فعن طريق أمن المعلومات احنا نقدر نحمي الأقمار الصناعية من أن هي يتم اختراقها وتدميرها عن طريق الأوامر اللي تسميها المحطات الأرضية. كذلك الابتكار الخاص بالذكاء الاصطناعي، فاحنا نفس ما نعرف أن الصور الفضائية، لأن لما أنا حاول ألتقط صورة عالية الدقة راح يكون حجمها كبير جدا، فأحيانا تكون الغيوم مغطية على الأرض، فأنا راح أصور صورة ما راح أستفيد منها، لكن بالمقابل راح يتم تحميل هذه الصورة إلى الأرض وراح أخسر هاي مساحة التحميل. إذا حملت صورة يعني نفس ما نقول ليس لها قيمة في التحليل. فعن طريق الذكاء الاصطناعي هو راح يصنف مثل هذه الصور اللي هي ما منها فايدة نفس ما نقول إن ننزلها على الأرض، ونستفيد من مساحة التحميل حق الصور اللي أقدر أستفيد منها في تحليل البيانات. طبعاً هاي الشيء راح يختصر علينا جهد في التحليل، راح يختصر كذلك الوقت لوقت استلام البيانات، بالإضافة إلى تقليل التكلفة. يعني بدل ما أزيد الساعة، ساعة البيانات معروف نفس التليفونات، لأن كل ما زيدنا الجي بي عندنا في الديتا كل ما يزيد السعر نفس الشيء. فبدل ما أنا أزيد ساعة البيانات، أنا راح أختصر هاي البيانات اللي تكون بيانات ذات قيمة وفائدة. شكرا حضورنا الكريم. نختتم بهاي القدر من الأسئلة. سعدنا بلقائكم ضيوف الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، ونشكر لكم تشريفكم هذه الندوة اللي سلطت الضوء على جوانب مهمة لقطاع الفضاء وعلومه وارتباطه في تحقيق الاستدامة، والتي تخدم البشرية وتسهم في تقدمها وازدهارها. ونشكر جميع الحضور على جميع الأسئلة القيمة والهادفة اللي أثرت هذه الندوة. في نهاية هذه الندوة بس حبيت أعلن عن الندوة القادمة إن شاء الله في المركز، راح تكون بعنوان على طريق الأدب العالمي اللغة الإسبانية أولاً. المتحدثين هم الكاتبة شيماء الوطني والكاتب أحمد المؤذن، الدكتورة جميلة الوطني، الكاتبة دينا أبو 50، ويدير الحوار الأستاذ زكريا رضي. الندوة راح تقام بتاريخ 31 يناير الساعة 8:30 مساءً. شاكرين لكم جميعاً حضوركم، وفضلاً لا أمراً إذا ممكن تقييم الندوة اليوم عن طريق الباركود اللي موجود في المقعد. وأخيراً ندعو رئيس مجلس الإدارة الموقر أو من ينوب عنه لتكريم المتحدثين.